اول حاجه السلام عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو جيت نناقش الاطوار ديال الجامع العام ونهضروا شويه على الجامع العام العادي اللي داروا التراجع واللي تنتخب فيه انيس محفوظ كرئيس جديد لنادي الرجاء الرياضي. اول حاجه نهضروا على ثلاثه المراحل. المرحله الاولى غنهضروا على الجامع العام ونهضروا على انيس محفوظ وعلى التصريح ديال انيس محفوظ وعلى الرئيس ديال الرجاء الجديد اللي هو انيس محفوظ، ونهضروا شويه على الجمهور ديالنا والاراء ديالهم بطبيعه الحال. اول حاجه قبل ما نمشيو للجامع العام ولا شنو اللي وقع فيه، ولكن غنهضروا واحد شويه على الجامع العام ديال الرجاء لانه ما خصوش يدوز يعني مرور الكرام. علاش؟ الطريقه باش تنتخب بها الرئيس ولا ماشي الطريقه ولا انتخاب ديال الرئيس خلى بنادم ما يهضرش على واحد الحاجه وخلى بنادم ما يركزش فيها بزاف، لانه بنادم طلع عليه الدم وهذا صافي ما بقاش يهضر على الجامع العام. ولكن اول حاجه غنقول باللي برافو لكاع المكونات ديال الرجاء، برافو على الدرس اللي عطاو لكاع الفرق المغربيه وكاع الرؤساء الفرق المغربيه، درس كبير اول حاجه في مجال التنظيم وفي الديمقراطيه اللي سادت في ذاك الجامع العام. الجامع العام يدوز بديك الطريقه في المغرب شي حاجه ما يعني اشد المتفائلين ما كانش يتوقعها، لانه حنا الجامع العامه في المغرب عارفينهم كيفاش كيدوزوا. لكن انك لا ركزتي بزاف في الجامع العام والله ما تشوفوش شي فرقه اخرى نهائيا. اول حاجه مسائل تنظيميه نقدر نقول لك، لانه كاينين جمعه ما كيدوزوا منظمين. علاش؟ لان بنادم كل وشرب اتاي وغريبه ويقول نعم وكيخرج بحاله وما كاين لا صداع لا والو، تنظيميا عادي بحال اللي راه كيشدو تريتور بحال اللي منظم شي عرس صغير ولا شي قصاره صغيره، عادي هذيك داكشي ديالهم. ولكن ديك الديمقراطيه اللي في الجامع العام قليل فين تلقاها، ان في المناقشه ديال الراجا مناقشه ديال المشاكل الراجع وبالنسبه للتقرير الراي المالي والادبي زائد المشاكل اللي كاينه اللي داكشي بلسان الجمهور وكيتناقش وكل واحد كياخذ الكلمه ديالو وكيناقش وكيهضر وكياخذ اجوبه بغض النظر على الاجوبه واش مقنعه ولا ماشي مقنعه. ولكن حنا داك الجو الديمقراطي اللي ساد فيه الجامع العام ما علينا الا نفتخروا به حنا كرجاويين، ونقولوا باللي حنا سباقين لا بزاف الحوايج في المغرب من ناحيه ديال الكره ومن ناحيه الرياضه، بزاف الحوايج الرجاء سباق عليهم. وهذا راه كان درس كبير كبير خصو يدرس لكاع الفرق المغربيه والرؤساء باش يعرفوا معنى ديال الديمقراطيه. وهاد الديمقراطيه هي اللي غتخلينا نحيلوا الشق الثاني من الفيديو اللي هو الديمقراطيه هي اللي خرجت لنا انيس محفوظ. علاش؟ لانه داكشي تحل صندوق الاقتراع وداروا الصناديق والمسائل، ماشي داك الصناديق اللي غيجي في المطار، لا هذا صناديق اخر كيجمعوا فيه الاصوات ديال 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 المنخرطين. المشكله الكبيره اللي غنهضروا عليها انا في انتخاب انيس محفوظ رئيسا للرجاء هو المنخرطون، هي مؤسسه المنخرط. مؤسسه المنخرط للاسف شديد كانت خاصها تكون هي لسان الجمهور، كانت خاصها تكون هي ديك الرئه ديال الجمهور وداك الشيء اللي كيتنفس به الجمهور، وما قادرش يكون وسط الجامع العام لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل شيء ما كرهش يكون منخرط ويدلي بالصوت ديالو من قلبه، لانه الجمهور كتهمو مصلحه الرجاء اكثر من مصلحه الاشخاص. في المنخرطين والجماعه ديالهم كتهمو مصلحه الاشخاص اكثر من مصلحه الرجاء. هو في الظاهر كيبينوا لك بلي انه مصلحه الرجاء هي اللي كتغلب، ولكن كاينه شويه الانانيه وكاين شويه التجمعات. وهادشي راه عارف انا مليون في المية، وهادشي راه جالس مع منخرطين والله ما نكذب عليكم. الى 2016 2017 2018 غسلت يدي انا على شي حاجه سميتها انخراط ومنخرطين اللي كانوا في ذاك الوقت، لانه ما كاينش ديك مصلحه الرجاء، ما كاينش، قليله فهمتي، قليله من ناحيه ملي كيبغيو ينتخبوا شي رئيس ولا كيبغيو يقول لك بلي هذا هو اللي خدام الرجاء، كتكون شويه المصالح طاغيه عليه وهي اللي خلات تخرج هذاك الصغرور وكيتنفخ وكيخرج ولا يمكن
وحنايا باغيين دماء جديده والرجاء محتاجه وما نرجعوش الحرس القديم. وانت سير عطيها انت اتساع صاحبي، راه الراجل لا ولا سير انس محفوظ وانت صغرور جيت سير الراجل راه صافي وكفى، وانت اكبر مشوش بعدا انت بغض النظر على 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 داك اللي جا جديد انس محفوظ غنهضروا عليه، ولكن انت راه واخا ما ينجحش انس محفوظ راه ما نبغيكش انت تكون في مكتب الراجل. بصراحة الخلفاوي ما عندي ما نقول عليه، رجل طيب رجل خلوق بغض النظر على الناس اللي بغاو يشوهوا لي السمعة ديالو من سنوات هذه. كان راه الناس اللي كانوا متبعيني من قديم راه عارفين بلي انا والخلفاوي درنا واحد لقاء ولو كان مسجل كانت فيه شي 10 ولا 12 دقيقة، وسولتو كاع الاسئله اللي كانت كتروج انا داك والترأس ديالو المولوديه والاختلاسات وكذا وكذا وداك الشيء كامل اللي كيدور اللي كانوا كيحاولوا ما امكن انه يخسروا به الوجع تاع الخلفاوي، زائد دوك الجيوش اللي على بالكم مروجوا شويه راه هو مع اوزال لانه عارف الجمهور كيكره اوزال والحكماء ناضوا دخلوه كيشدوا التصاور وطق طق، مع العلم ان المرشحين اللي كانوا ثلاثة داروا شرحوا للمنخرطين، داروا واحد لقاء وشرحوا فيه المنخرطين شرحوا لهم المشروع ديالهم، وكانوا الحكماء بطبيعة الحال كانوا معاهم ثلاثة، ولكن للأسف كتخاض غير هذيك الصورة مع الخلفاوي باش تحط. أنا ماشي مع الخلفاوي وماشي مع الرامي وماشي مع أنيس محفوظ، أنا مع الراجا والمصلحة الراجا كتبقى فوق كل اعتبار، لكن أن الإنسان ملي تبغي تختار رئيس الدراجة اختار رئيس اللي ضحى بماله جيبه ضحى بوقته ضحى بشغله ضحى بكل شيء باش يشوف الرجاء مزيان باش تشوف الرجاء القدام. انا نبغي نقول دوك كداو 90 اللي صوتوا على انيس محفوظ اشنا هو اللي قنعكم؟ خرجوا شرحوا الناس، لو تكون عندكم الجرأة خرج دير واحد الكومينيكي شرحوا فيه الناس علاش انيس محفوظ وميشي مثلا رامي وميشي ميشي الخلفاوي، علاش انيس محفوظ اللي لمده انخراط ديالو 3 سنين يلا تخرج يلا جالس ملا فراجة 3 سنين، علاش ملي حيدوه من المركز ديالو من الكرسي ديالو كاتب عام بغى يبكي وما بغاش يحيد ليه بزز شد في الكرسي ديالو بصح، علاش ناض دار جاب الدوره وحط الملف الترشيح ديالو وخدا الأغلبية الساحقة؟ علاش شخص اللي أكثر واحد غلط في حق الراجا في 3 سنين الأخرى هو شخص اللي نقدر نقول لك 70 ولا 80% انتدابات اللعابة مزيانين اللي مشوا لفرق أخرين كانوا غيجوا الراجا وبسببه هو وبسبب الطريقة باش كان كيتحاور معاهم هو ما بقوش غيجوا الراجا ومشوا لفرق أخرين. رئيس اللي خسر ملفات أو هذيك الساعه كان سكرتير جينيرال خسر ملفات، كان كاتب عام وخسر ملفات في الطاس وفي الجامعه، رئيس اللي دابا جيش الدراجة وعارف لو هو عارف بان رئاسه الرجاء مسؤوليه كبيره خاصو يكون في اللحظه اللي حس باللي الاصوات ديالو كثر خاصو يجمد في البلاصه ديالو ويعرف باللي المسؤوليه ثقيله يقول ويفكر السيد راه كيعنق عنق اللي كيعرف واللي ما كيعرفش وعنق الكراسه عنق ما عرفتش كل شيء عنقوا الفرحه وواحد الهستيريا ولات في السيد لدرجه غتحيننا النقطه الثالثه في الفيديو اللي درجه انه ما بقاش عارف كيفاش يهضر ما بقاش عارف داك الحماس والفرحه. طبيعه الحال محامي كل تحيات ديالنا والاحترام ديالنا لكاع المحامين في المغرب، ولكن كيعيش على قد مغادي مع الحياه ما عندوش وما خصوش، المهم عايش احسن من شي وكرف من شي. جيت شد الراجة حقا عندنا تجربه عندنا طق 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 ديال 3 سنين خيرات في 3 سنين يا عباد الله، وداك الحماس خلاه السيد يصرح شي تصريحات ما خصهمش يقولوا حشومه. انا نشد الراجة دابا الراجة راه ولات ساهله، راه انا انت تقدر تشدها وحق الله، فقط خاصك تمشي تنخرط
وحاول تجمع المنخرطين تاكل لي مع قلم شويه من هنا وغندير وغندخلك معايا وتقدر تشد الدراجه. ما عرفتش اشنو السبب، اشنو هو بالضبط السبب اللي خلى المنخرطون يقتنعوا به وما اقتنعوش بالناس اخرين. انا طلب ديالي هو خرجوا قولوا للجمهور الا كنتوا الا كانت فيكم ذره ديال النفس وذره ديال حب الدراجه خرجوا قولوا للناس علاش هذا وماشي هذا، باش نعرفكم ديمقراطيين ونعرفكم نيت كاينين. راه ما يمكنش اغلبيه ساحقه، ما يمكنش المنخرط، مؤسسه المنخرط هي اللي سال الجمهور. غادي نكمل لكم هاد اللعبه تاع التصريح ونرجع لكم واحد النقطه مهمه اللي هي الجمهور. الحماس ديالو خلاه يخرج يصرح بدوك التصريحات الغريبه. المدرب وحنا على اتصال مع مدرب كبير ومع جهاز تقني كبير، وهذا حتى السيد راه باقي كيتريني لك باللعابه، راه عندك ماتش نهار السبت، واو ترى عندك باقي تطلعات. السيد كيفاش غيخدم دابا؟ راه بغيتي ولا كرهتي انا ولا اي واحد جمهور تراجع ما باغيش الشابي، ولكن راه الاحصائيات راه مع الشابي. وسيدي حيدو ماشي مشكل، حيد شابي ما خدامش اخويا، ما تقولهاش انت راك رئيس، راك وليتي رئيس عبد الله، ترى رئيس ديال نادي الرجاء العالمي يا صاحبي، وتخرج بيدك تصريح البدائي يا صاحبي، وانت عندك مدرب في الوازيس كيترين لك باللعابه صاحبي، وعندك ماتش وعندك استحقاقات، وتخرج ضد بتصريحات بديك الطريقه. علاش؟ لانه الحماس الفرحه ما قداتو فرحه، فهمتي؟ ما قداتو فرحه. وبالنسبه لمؤسسه المنخرط اللي المفروض تكون لسان ديال الجمهور، ياك دابا الجمهور كامل غنقول لك 99.99% ما بغاوش انيس محفوظ. دونك ماشي جمهور الدراجة دابا هو اللي كيديسيدي، جمهور الدراجة غير بقارة حالوه، يعني غير كيحلبوه، فهمتي؟ على الحليب كيقطروه كيعصروه ليكار تاع التونيات، واو الجمهور دخل عصر اخويا عصر الفلوس. وملي كيجيو لك شي ما هو ما شكرش حتى الجمهور، شكر كلشي، شكرت الكراسه انيس محفوظ، شكر الكراسه شكرم، وما جبتش الجمهور. ما علينا، مؤسسه المنخرط لابد انها تكون لسان ديال الجمهور. دابا الجمهور اش من صيفه عنده دابا؟ اش هو الدور ديالو في فاطمه؟ دونك ملي 99.99% ما باغينش انيس محفوظ، وانيس محفوظ ينجح بواحد 80% ولا 70% ديال الاصوات، ما يمكنش. دونك الجمهور ما عنده قيمه عندكم. دونك الجمهور كما كتقولوا راه كينبح، ياك راه كنبحوا حنا دابا كنهضروا، ولكن نتوما اللي شادين المعالم وتحطوا اللي بغيتو وتهزوا اللي بغيتو. الدخله ديال انيس محفوظ في رئاسه الرجاء ما فكراتكم في والو، دخله شبيهه بالدخله تاع حسبان، ما جاتكمش راه بحالها تقريبا. كنتمنى ان هاد السيد يصدمنا، كنتمنى ان هاد السيد يكذبنا، كنتمنى ان هاد السيد يحنثنا ويخدم لمصلحة الرجاء وما يخدمش للاجندات اللي حنا عارفينهم وهو راه عارفه، لانه ديك الساعه راه غيتواجه مع الجمهور. واخا ما بقاش الجمهور كيخلعهم بصراحه، والله ما بقى كيخلعهم والله، لانهم طريقه باش غاديين كيبان ان الجمهور مابقاش كيخلعهم، الجمهور مابقاش كيتسوقوا ليه، الجمهور مابقاش عنده قيمه عندهم. ولكن راه بيننا الايام، راه ما يمكنش راه ما عمرك تسنى منا نسكتوا، راه ابسط غلط غتحاسب عليه، وابسط غلط غتلقى الجمهور كله في وجهك، وغنعرفوا شكون هذيك الساعه اللي كيديسيد في الفرقه، واش انت ولا المنخرط، مؤسسه المنخرط ولا الجمهور.